تاريخ اللقاءات، تاريخ الفريقين، البطولة تحت 17 عام في واحدة حقيقة من البطولات التي أنجبت الكثير من اللاعبين، البطولة التي أفرزت الكثير من النجوم للأندية للمنتخبات، هكذا هي البطولة، البطولة الدولية هنا التي تقام حقيقة في ملاعب أسباير أكاديمية التفوق الرياضي. هذه الأكاديمية الجميلة عندما تحدث نجم المنتخب الفرنسي ونجم نادي يوفنتوس ترازيغيه وتحدث وقال: لقد ذهلت بما أرى. نعم، لقد ذهلت في هذه الملاعب، هكذا تحدث النجم الفرنسي ترازيغيه وقال عن هذه البطولة بالتحديد إنها البطولة التي تنجب الكثير من اللاعبين. إذن طاقم التحكيم الآن، هذه أمامنا تشكيلة المباراة. أما بالنسبة لدقة أو دكة البدلاء، في حراسة المرمى ليو بيريان وهو الحارس الذي كان يوم أمس أمام مباراة ريال مدريد، وفي خط الدفاع موتو هيكو وهيرو أوكودا وريمي أوبا وفوميا يونكي وهايوتو وكانتا ساساكي ويوسوكي شاميزو. أما بالنسبة لدكة البدلاء للاعبي نادي ايند هوفن كيان فان دور، وفي خط الدفاع ريكو ثيردوس، وايضا في خط الدفاع تيجن وجورجيو ليون ويوربي فيرستين وجوب دانيال ومحمد امين وبوب هارولد وايان داميان. اذا هذه هي التشكيله الان وهذه هي المعطيات. ستبدا المباراة بعد دقائق، ستبدأ المباراة بعد لحظات. بالنسبة لتاريخ الهدافين وبالنسبة لتاريخ الهدافين لكلا الفريقين ايندهوفن وكاشيوا ريسول الياباني، سنتحدث حقيقة عن هذا الموضوع. لكن الهدافين في هذه البطولة: سيكو ساديبي وهو لاعب ايندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف، وبالنسبة للاعب فرانك جونيور لاعب بايرن ميونخ، عندما أقصى كاشيوا الياباني بايرن ميونخ حقيقة من هذه البطولة الذي فاجأ الجميع، أنت تقصي واحد من أفضل الأندية وواحد من أفضل المدارس التي تلعب في ألمانيا وهو بايرن ميونخ الألماني. أيضا فرانك جونيور كما ذكرنا هو واحد من الهدافين في هذه البطولة برصيد 4 أهداف، وأيضا بالنسبة للاعب ريال مدريد دانيال رودريغيز ب4 أهداف أيضا، وبالنسبة إلى كيتو موري لاعب كاشيوا الياباني الذي هو اليوم حاضرا برصيد 3 أهداف. إذن صافرة الحكم هنا حاضرة، حكم المباراة علي شمس يطلق الحكم المباراة. بسم الله وعلى بركة الله تبدأ أحداث هذا اللقاء الذي نتمناه أن يكون لقاء يحمل طابع من المتعة ويحمل طابع من القوة والإثارة. إذن البداية مع كاشيوا الياباني 0-0 في ملاعب أسباير، ملعوبة هنا الكرة عند ايندهوفن. هنا النقلات، الحذر، التوجس ما بين كلا الفريقين وأيضا ما بين كلا المدربين، مدرب نادي شجيوا وهو شونتا وأيضا مدرب نادي ايندهوفن باتريس. هذا المدرب شجيوا يوم أمس حقيقة شاهدته واحد من المدربين المنضبطين جدا. إذن كرة ملعوبة الآن هنا في خط المنتصف، هنا المحاولة، محاولة البداية دائما الاحتفاظ بالكرة ومحافظة على رتم المباراة بالنسبة للفريق الياباني الذي فاجأ جميع، يلعب بأسلوب دفاعي يلعب بأسلوب هجومي، هكذا هو الفريق الياباني. الآن الكرة مع الفريق الهولندي، هنا المحاولة، الضغط الهولندي، الكرة الهولندية، الكرة الشاملة، الكرة ملعوبة، الله، بدأت الطاحونة تدور هنا في أولى الدقائق. شوف شوف لاحظ شوف التسديدة، الله 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 الله، عن طريق من؟ عن طريق ديف جونز، نعم عن طريق ديف جونز، الله
يا ولد يا لعيب. اذا ركله ركنيه اولى اللحظات اولى الدقائق. شوفوا الكره ملعوبه الان داخل منطقه الجزاء، ولكن على ما يبدو نعم على ما يبدو خطا هنا على لاعبي او لاعب نادي ايند هوفن. اذا بدايه جميله، بدايه رائعه بالنسبه لنادي ايند هوفن الهولندي. كره ملعوبه الان، هنا المحاوله ومحاوله التغطيه الدفاعيه، محاوله يا سلام مره اخرى ولكن تقطع بالنسبه للاعبي نادي ايند هوفن. تعود الى الحارس تومو يوشيتا. ملعوبه الكره الان، هنا النقله، نقلات ما بين ايند هوفن ومحاولة الاحتفاظ بالكرة ومن ثم بناء الهجمة من الخلف. هكذا هي تعتمد طريقة الكرة الهولندية وأسلوب حقيقة الكرة الهولندية، لكن نتمنى حقيقة أن نشاهد بداية أجمل. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة، محاولة طبعا حذاري من هذا اللاعب، اللاعب سيكو، واحد حقيقة من اللاعبين المهمين والمهارين، يتمتع بتمويه عالي جدا. شوف يا سلام يا ولد، مرة أخرى تعود الكرة، هنا المحاولة، النقلات ما بين ايند هوفن إلى الناحية اليسرى، ملعوبة هنا الكرة، محاولة الضغط القطع بالنسبة للاعبي كاشيوا. مرة أخرى النقلات تعود إلى دفاعات نادي كاشيوا. كرة ملعوبة الآن إلى خط المنتصف. الإيقاع إلى الآن جيد نوعا ما في أول ثلاث دقائق. لعب الكرة الآن إلى الناحية اليسرى، تقطع بالرأس مرة أخرى. هنا المحاولة بالنسبة للاعبي ايند هوفن، محاولة لبناء الهجمة واللعب على الأطراف إلى سيكو. هذا اللاعب واحد حقيقة من اللاعبين الذين يتمتعون بما يسمى بأسلوب التمويه في أرض الملعب. اليوم اللاعب المهاري حقيقة افتقد إلى ما يسمى بأسلوب التمويه وبأسلوب المراوغة الفردية. ملعوب الكرة الآن، كاشيوا تلعب ما زالت إلى دفاعات نادي كاشيوا الياباني. مرة أخرى الضغط الهولندي واضح منذ البداية، لكن لربما سوف نشاهد استراتيجية نادي كاشيوا. إلى الآن المعطيات لم تبدأ بالشكل الصح. محاولة النقلات، يا سلام شوف هنا اللمسات، شوف هنا الضغط حقيقة بالنسبة للاعبي نادي كاشيوا والانتظام في أرض الملعب. ملعوب الكرة الآن، هجمة لصالح نادي كاشيوا إلى الناحية اليمنى، نقلة مرة أخرى إلى أونديرا، هنا المحاولة ولكن تبعد مرة أخرى، هنا الضغط ولكن تبعد من دفاعات نادي ايند هوفن. ضغط حقيقة الآن بدأ يبدأ من نادي كاشيوا. هذا اللاعب أونديرا واحد حقيقة من اللاعبين الجيدين الذين يجيدون حقيقة اللعب في وسط الميدان. تعود الكرة إلى دفاعات كاواشيوا مرة أخرى، إلى الحارس تومو شيوتا، إلى الدفاعات. ملعوبة الكرة الآن، تقطع من دفاعات ايند هوفن إلى سيكو. هنا الدوران مرة أخرى، يا سلام النقلات الهولندية هنا حاضرة. سيكو، ولكن على ما يبدو الحكم يشير بالاستمرارية. حكم المباراة علي شمس، واحد أيضا حقيقة من الحكام الجيدين ومن الحكام الذين يديرون المباريات بشكل سلس جدا. إذا ندخل في الدقيقة السادسة من أحداث هذا الشوط، 0-0 إلى الآن. شاهدنا حقيقة هجمة منذ البداية بالنسبة أو هجمة حقيقية وتهديد إلى أو على مرمى نادي كاشيوا الياباني. كرة ملعوبة الآن، هنا النقلات إلى الناحية اليمنى بالنسبة للاعبي كاواشيوا. أونديرا إلى الناحية اليمنى، النقلة إلى الجناح الأيمن، تعود الكرة مرة أخرى، نقلات في أرض الملعب، نقلات في وسط الملعب.
هنا سيكو، سيكو هنا المحاولة، سيكو عدى، سيكو سيكو هذا المهاري، يا سلام، كرة ملعوبة الآن إلى الناحية اليسرى، هنا المحاولة مرة أخرى ولكن تقطع من دفاعات نادي كاشيوا. مرة أخرى الضغط الهولندي، الضغط هنا حاضرا في هذه اللحظات مرة أخرى إلى الناحية اليسرى، ملعوبة الكرة عرضية ولكن تقطع من دفاعات كاشيوا. إذا رمي التماس الآن لصالح آيندهوفن، تعود الكرة إلى دفاعات آيندهوفن. آيندهوفن حقيقة يقدم انتشار جميل جدا. تعود الكرة إلى الحارس لوكاس، لوكاس عالية إلى خط المنتصف، تقطع. محاولة السيطرة على أرض الملعب، هناك حقيقة مقولة، عندما تسيطر على أرض الميدان فإنك تسيطر على المباراة بالكامل. ملعوب الكرة الآن، نقلات ما بين حياتي، حياتي السوجي كابتن الفريق. بالنسبة للمجموعات وبالنسبة للمجموعات التي بدأت حقيقة، لكرة هنا ملعوبة ولكن هنا تقطع لهذه البطولة، أربع مجموعات. المجموعة الأولى ضمت فريق اسباير والرجاء البيضاوي المغربي وفريق آيندهوفن الهولندي، أما المجموعة الثانية فضمت فريق بايرن ميونخ الألماني وكاشيوا روسل الآن الذي يلعب مع آيندهوفن وسالسبورغ النمساوي، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق الترجي التونسي وفرانكفورت الألماني وروما الإيطالي. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة، محاولة من اللاعب كيتوموري، كيتوموري هنا النقلة مرة أخرى إلى توسوتو ولكن تخرج إلى رمي التماس. رمي التماس الآن لصالح نادي كاشيوا روسل، تقطع من دفاعات والتغطية الممتازة من لاعبي آيندهوفن. هذا هو أمامنا في الصورة أو في اللقطة الماضية ألبريت فان هوف، لاعب صغير السن لكن يتمتع حقيقة ببنية جسمانية وبتغطية وهو مطالب بالملاصقة الفردية. ملعوب الكرة الآن وخطأ، هذا هو حكم، حكم الساحة أو المساعد يوسف الحداد. إذن هنا الجمهور الياباني، يوم أمس حقيقة شاهدنا لوحة يابانية جميلة ذكرتني في أيام الطفولة وأيام الرسوم المتحركة وذلك التشجيع الجميل حقيقة. إذن على ما يبدو ركلة حرة غير مباشرة، ملعوب الكرة الآن لصالح نادي كاشيوا ريسل، النقلات إلى أونديرا مرة أخرى، النقلات بين لاعبي نادي آيندهوفن. سنتحدث اليوم عن نادي آيندهوفن وكيف بدأت المدارس. تعود الكرة إلى سيكو، سيكو يا ولد، ولكن تقطع من لاعبي نادي كاشيوا. كرة ملعوبة الآن، هجمة الآن لصالح كاشيوا، كاشيوا هنا المحاولة ولكن تغطية ممتازة من لاعبي آيندهوفن. لاعب حقيقة جيد هو سايودا، يلعب على الجناح الأيسر لنادي كاشيوا. تلعب الكرة الآن إلى سيكو، نقلة خذوهات يا ولد، هنا سيكو، سيكو هنا المحاولة، سيكو عدى، سيكو مر، سيكو يا ولد يا برازيلي، كرة مرعوبة هنا النقلة، الله، هذا ما يسمى باللعب الأوروبي، والله هذا ما يسمى باللعب الهولندي. هذا هو سيكو، سيكو صغير السن لكن كثير العطاء، كثير المهارة. نعم، شوف هنا المحاولة وشوف هنا النقلات الهولندية ما بين لاعبي نادي آيندهوفن. شوف هنا، هذا هو سيكو يا ولد، يخدع حتى الهواء، صدقوني لاعب لديه مستقبل كبير في الكرة الأوروبية. 0-0، 11 دقيقة إلى الآن. كاشيوا الياباني، هذا هو أمامنا في الصورة، المدرب شونتا، المدرب حقيقة الذي يتمتع
بانتظام عالي مع الفريق. كرة ملعوبة إلى ناحية اليسرى، وعلى ما يبدو رمية تماس. جوائز البطولة سوف تكون بالنسبة لهذه البطولة، المركز الأول سيحصل على 75,000 دولار، أما المركز الثاني سوف يحصل على 25,000 دولار، المركز الثالث سيحصل على 10,000 دولار، ويتم أيضا منح جوائز فردية تقديرية حقيقة لأفضل لاعب وهداف وجوائز أخرى تقديرية. كرة ملعوبة الآن إلى سيكو، سيكو، سيكو النقلة، سيكو المحاولة مرة أخرى، ولكن تخلص من دفاعات كاشيوا. سيكو اليوم حقيقة يقدم دقائق جميلة ودقائق ممتعة للمشاهدين. ملعوبة الكرة تعود إلى دفاعات آيندهوفن. آيندهوفن وقصة الكرة الشاملة، آيندهوفن وقصة الكرة الهولندية والكرة الأوروبية وحكاية كرويف. كرة ملعوبة الآن، هنا النقلة، ولكن كرة طويلة وطالت حقيقة على اللاعب سيكو. في بداية البطولة شوف هنا النقلة، شوف هنا المحاولة، وهنا حقيقة اللقطة الجميلة كانت وأسلوب المراوغة ذكرني حقيقة بدي لينسون النجم البرازيلي. يا ولد يا أكبر من عمرك، يا ولد أكبر من عمرك يا سيكو، ذكرني بدي لينسون النجم البرازيلي، وإلى الآن أتذكر رقم دي لينسون وهو 17 كان مع المنتخب البرازيلي، ذلك حقيقة المنتخب الجميل، وتلك الكرة كرة السامبا. ملعوبة الكرة الآن، نقلات، محاولة، سيكو الخطير إلى منتصف الملعب إلى الناحية اليسرى، عن طريق من؟ عن طريق جوهانس. هنا المحاولة تعود، نقلات هولندية، توزيع بشكل هادئ، الطاحونة تدور لكن بهدوء. ملعوبة الكرة، هذا هو أمامنا في الصورة شوراندي سامبو، واحد أيضا من اللاعبين الذين يقدمون مستوى طيب في البطولة. شوراندو سامبو، كرة ملعوبة الآن إلى الناحية اليسرى، هنا المحاولة مرة أخرى عن طريق أندرو. أندرو ما زالت في وسط الملعب، ولكن تخرج الكرة لا على التعيين إلى رمية تماس لصالح نادي كاشيوا. كاشيوا النقلات، هنا المحاولة، يا كرة ملعوبة الآن، نقلة في وسط الملعب، محاولة لبناء الهجمة من الخلف، كاشيوا مرة أخرى إلى الناحية اليسرى، ولكن تقطع من دفاعات نادي آيندهوفن. ندخل في الربع ساعة الأولى وشاهدنا خطورة حقيقة بالنسبة لنادي آيندهوفن. إلى الآن نادي آيندهوفن يقدم مستوى أفضل، آيندهوفن الهولندي. ملعوبة الكرة الآن، نقلات، محاولات، الباصات، مقطوع الكرة من لاعبي نادي آيندهوفن إلى الناحية اليمنى إلى سامبو. كرة ملعوبة ولكن طالت الكرة على سيكو. التركيز، أغلب التركيز بالنسبة لنادي آيندهوفن هو على اللاعب سيكو. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة تلعب بالنسبة لنادي كاشيوا، محاولة هجومية إلى الناحية اليسرى، ما زال الضغط في وسط الملعب. إلى الآن كاشيوا لم يظهر بالمستوى المطلوب عن ما شاهدناه يوم أمس. يوم أمس حقيقة قدم مستوى جميل جدا، لكن لربما عامل اللياقة البدنية يلعب دور مهم جدا. يوم أمس قدم تقريبا 80 دقيقة، واليوم يلعب مباراة، الإرهاق، الأرق، العضلات، التشنج، يحتاج حقيقة اللاعب إلى راحة جسدية، يحتاج إلى تغذية كاملة، يحتاج إلى الكثير. وأنت تلعب بهذا العمر، عمر 17 سنة، ما يسمى بعمر الورود أو عمر الزهور. كرة ملعوبة الآن،
في وسط الملعب إلى كاشيوا. كاشيوا هنا النقلة البينية بالنسبة للاعب يوشيدا. يوشيدا مرة أخرى هنا المحاولة النقلة إلى ناحية الأسرة. ما زالت النقلات بالنسبة لنادي كاشيوا، وتخرج إلى رمية التماس لصالح نادي كاشيوا. إذا رمية التماس الآن يوشيدا، هنا المحاولة في العمق، يا سلام، ولكن سهلة بأحضان الحارس لوكاس سيرجيو. الحارس حقيقة الذي يقدم مستوى طيب في هذه البطولة لوكاس سيرجيو. تلعب الكرة الآن إلى دفاعات أيندهوفن، تقطع من كاشيوا. هنا الجماهير حقيقة حاضرة، وحقيقة شاهدنا جمهور جميل يوم أمس أيضا كان حاضر بالنسبة لمباراة ريال مدريد مع نادي كاشيوا. ملعوب الكرة الآن بالعمق إلى نادي كاشيوا، هنا المحاولة، هنا المرور، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء ولكن تخلص من دفاعات أيندهوفن. ملعوبة الكرة في وسط الملعب، تقطع من سامبو. سامبو يقدم مباراة هجومية دفاعية، إلى من؟ الله، إلى سيكو. سيكو يعني شاهد، يعني استمتع، يعني تمتع بمشاهدة هذا اللاعب. والله أنا شخصيا استمتع عندما أشاهد هذا اللاعب سيكو. اليوم حقيقة حتى المشاهد يفتقد إلى متعة كرة القدم، وهي متعة المهارة الفردية. تلعب الكرة الآن إلى دفاعات أيندهوفن. الطواحين، ملعوب الكرة إلى ناحية اليسرى، ولكن على ما يبدو راية وتسلل وقرار سليم بالنسبة لحكم المباراة علي شمس. راية على سامبو، نعم، الذي يقدم دور هجومي في هذه اللقطة. شوف هنا اللقطة الماضية، وقرار حقيقة سليم بالنسبة لحكم اللقاء علي شمس. البطولة بشكل عام بطولة جميلة جدا، البطولة بشكل عام بطولة رائعة. أنت تتكلم عن بطولة بحجم بطولة الكأس الدولية تحت 17 عام هنا تقام على هذه الملاعب الجميلة. شوف هنا اللقطة الماضية وهنا المحاولة، ولكن التغطية الممتازة والقطع السليم بالنسبة للاعبي أيندهوفن. كرة ملعوبة الآن لصالح لاعبي كاشيوا. التوزيع، الانتشار، محاولة الانطلاق، المباغتة. شوف هنا الكرة بالعمق، هذا ما أتكلم عليه. كرة ملعوبة الآن هنا إلى ناحية اليسرى، ولكن لوكاس بالمرصاد. نعم، الحارس اليقظ إلى هذه اللحظات لوكاس. شوف هنا النقلة كانت، وبالتالي هذا هو سايودا أمامنا في الصورة، وبالتالي القطع الجميل بالنسبة للحارس لوكاس. ركلة ركنية الآن، هنا المحاولة، اللعب على الأطراف. شوف هنا المحاولة، ولكن تقطع من دفاعات أيندهوفن. كاشيوا مرة أخرى الضغط، ولكن سهلة إلى الحارس لوكاس. كرة تلعب الآن إلى دفاعات نادي أيندهوفن. الاحتفاظ بالكرة، رتم المباراة حقيقة قل بعض الشيء بالنسبة لكلا الفريقين. تلعب الكرة الآن من سامبو، كرة عالية هنا في العمق، يا سلام، إلى من؟ هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء. هذا سيكو، هذا سيكو، لا والله هذا زيكو، لا والله هذا سيكو. شوف هنا البداية، شوف هنا المحاولة، البداية كانت عن طريق أندرو، وبالتالي سيكو. الله 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 الله، بالمقاس، بالمقياس، بالسنتيمتر، والله بالمليمتر يا سيكو. مباراة حقيقة فيها طابع من المفاجأة، كادت أن تغير مجرى المباراة اللقطة الماضية. نعم، كرة ملعوبة الآن
إلى دفاعات نادي كاشيوا. سيكو، سيكو حقيقة هذا اللاعب شخصيا لربما سوف نشاهده في واحد من الدوريات الأوروبية. هكذا هو التوقع، هكذا هو الحديث. ملعوبة من سامبو إلى وسط الميدان إلى ناحية اليسرى. أيندهوفن أفضل. الضغط هنا، يا سلام، هنا المحاولة، كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء مرة أخرى إلى لاعبي أيندهوفن، ولكن تخلص من دفاعات نادي كاشيوا. الضغط الهولندي أفضل، الدقائق حاضرة هنا أفضل. هذا هو أمامنا في الصورة سايودا، هذا هو المدرب أمامنا في الصورة شونتا نيغاي، ودكة البدلاء الحاضرة في هذا اللقاء. كرة تلعب الآن في وسط الملعب. أيندهوفن، النقلة إلى ناحية اليسرى. سرعة الانتشار بالنسبة للفريق الهولندي. كرة ملعوبة في العمق داخل منطقة الجزاء. ياه يا ولد، شوف، لاحظ، شاهد، استمتع، شوف 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 شوف. الله الله الله، القائم القائم. لا والله العارضة، والله العارضة، لا 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 لا, لا. العارضة. آه يا سيكو، البداية لم تكن، الثانية لم تكن، لربما سوف تكون الثالثة. إذن ركلة ركنية الآن لصالح نادي أيندهوفن الهولندي. ركلة ركنية الآن، كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء. هنا المحاولة تخلص من دفاعات نادي كاشيوا. ضغط حقيقة جيد وضغط جميل بالنسبة لنادي أيندهوفن. كرة ملعوبة الآن إلى العمق مرة أخرى، تخلص من دفاعات كاشيوا. النقلات، المحاولة، الضغط ما زال حاضر، وخطأ بالنسبة لي على لاعبي أيندهوفن. هذا هو أمامنا في الصورة توسوتو، حكم اللقاء علي شمس. شوف هنا العرقلة الواضحة، وقرار سليم حقيقة من حكم اللقاء علي شمس. ملعوب الكرة الآن إلى الناحية اليمنى، تعود إلى الحارس سوماشيتا، إلى دفاعات كاشيوا، إلى الناحية اليمنى. النقلة، الاستلام، يا سلام، كرة تعود إلى دفاعات كاشيوا مرة أخرى. ملعوب الكرة الآن إلى يوشيدا، النقلة، ولكن حقيقة تخلص من دفاعات أيندهوفن بشكل سليم. أيندهوفن انضباطيا أفضل، هجوميا أحسن. ملعوب الكرة الآن، هنا المحاولة مع أيندهوفن إلى سيكو المتخصص، اللاعب المهاري. تخلص، تقطع مرة أخرى. محاولة بناء الهجمة أو الهجوم المرتد، الاعتماد على الهجوم المرتد بالنسبة لنادي كاشيوا، والانطلاق من الخلف. كرة ملعوبة الآن إلى سايودا، سايودا مرة أخرى إلى منتصف الملعب، إلى منتصف الملعب، إلى أونديرا، أونديرا إلى الناحية اليمنى. كرة ملعوبة الآن بالعمق داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا تخلص وتذهب إلى رمية تماس لصالح نادي أيندهوفن. هذا هو أمامنا في الصورة دايسكو، وأشوف هنا اللقطة الماضية والقطع حقيقة الممتاز بالنسبة لي لاعب يوشيدا. رمية تماس الآن 0-0، 25 دقيقة تمر على أحداث هذا الشوط. ملعوب الكرة الآن، هنا النقلة، هنا المحاولة بالنسبة لنادي كاشيوا مرة أخرى. الضغط المتواصل، سايودا، سايودا محاولة الاحتفاظ بالكرة، سايودا يبحث عن زميل إلى أونديرا، أونديرا إلى إلى وسط الملعب. النقلات، الدوران، الاحتفاظ بالكرة، محاولة لسحب لاعبي أيندهوفن. نعم، ملعوب الكرة الآن إلى الناحية اليمنى، توميتا،
كرة بالعمق، يا سلام هنا ولكن تخلص مرة أخرى. الضغط المتواصل بالنسبة للاعبي نادي كاشيوا، أمامية خطرة، الله لوكاس، لوكاس نعم، شوف شوف هنا الكرة الماضية، وشوف هنا الضغط حقيقة بالنسبة للاعبي نادي كاشيوا عن طريق كيتيموري، لكن الحارس لوكاس كان بالمرصاد والوقفة صح، وبالتالي مرت بشكل سليم. بدأ حقيقة فريق كاشيوا الآن، وأول حقيقة أول الكرات الحقيقية وأول الكرات الصعبة على نادي آيند هوفن. إذن ركلة حرة مباشرة الآن لصالح نادي كاشيوا الياباني. من سوف يكون على تنفيذ؟ يوداي سوماشيتا. يوداي كرة ملعوبة الآن في العمق داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة ولكن مرت بشكل سليم على الحارس لوكاس. هذا هو أمامنا في الصورة هايتي سوجو كابتن الفريق. بدأت التحركات الآن بالنسبة للفريق الياباني. شوف هنا اللقطة الماضية، ركلة مرمى الآن، لوكاس في منتصف الملعب، هنا المحاولة، تعود الكرة للاعبي آيند هوفن إلى سيكو، تعود إلى دفاعات آيند هوفن. هذا هو السامبو، كرة ملعوبة في العمق مرة أخرى، المحاولة ولكن تقطع من دفاعات نادي كاشيوا الياباني. حقيقة إلى الآن مباراة جميلة، إلى الآن شوط متميز نوعا ما، لكن الأفضلية هو لفريق آيند هوفن الهولندي. ملعوبة الكرة الآن في وسط الملعب، محاولة الهجوم المرتد، كما قلت منذ البداية الهجوم المرتد، الاعتماد على الهجمات إلى الناحية اليسرى عن طريق يوشيدا ولكن تخلص من دفاعات نادي آيند هوفن. الاعتماد على الهجوم المرتد، وشوف هنا عدم السيطرة والكنترول الغير صحيح بالنسبة على اللاعب يوشيدا. رمية التماس الآن، ندخل في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، 0-0. الروبورت الياباني والطواحين الهولندية تحت هذا العنوان آيند هوفن وكاشيوا الياباني ضمن الدور ربع النهائي من أحداث هذه البطولة. ملعوبة الكرة الآن، هنا المحاولة، هجمة لصالح آيند هوفن عن طريق سامبو، هنا المحاولة، البحث عن الزميل، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء ولكن هنا تخلص وتذهب سهلة على الحارس سوماشيتا، يوداي سوماشيتا. شوف هنا اللقطة الماضية وهنا المحاولة عفوا، وبالتالي ذهبت بشكل سليم على الحارس سوماشيتا. ركلة مرمى الآن لكاشيوا الياباني، ركلة مرمى الآن لكاشيوا الياباني، كرة ملعوبة الآن إلى خط المنتصف إلى سيكو مرة أخرى، هنا المحاولة، سامبو يا ولد، مرة أخرى تعود إلى دفاعات نادي آيند هوفن. ملعوبة الكرة الآن، النقلات في وسط الملعب والمحاولة منذ البداية لخطف الهدف ولخطف الفوز في هذا اللقاء. الكل لا يريد أن يلجأ لركلات الترجيح. هنا على ما يبدو إصابة وسلامات بالنسبة لأحد لاعبي. أو شوف هنا التدخل، هذا هو ما يسمى بالتدخل العنيف حقيقة على اللاعب دايسكو ساداهيرو.
الحضور حقيقة جميل بالنسبة لهذه المباراة وهذه الأجواء، الأجواء الجميلة والطقس، الطقس الجميل حقيقة. كرة تلعب الآن مرة أخرى، محاولة الضغط ولكن تقطع من دفاعات نادي أيندهوفن بمبدأ الروح الرياضية، وهي قبل كل شيء حقيقة هي لعبة كرة القدم، هي لعبة رياضية خيرية وتهدف إلى الروح الرياضية قبل المنافسة وقبل الفوز وقبل الخسارة. جميل عندما تشاهد لقطة بروح رياضية، جميل عندما تشاهد لقطة بروح جميلة حقيقة من هؤلاء الصغار، التعلم منذ الصغر على هذه الأخلاق الجميلة. ملعوبة الكرة الآن، خطأ بالنسبة لي، يشير حكم الساحة علي شمس إلى خطأ. شوف هنا الدفع الواضح على لاعبي كاشيوا الياباني، ومحاولة وأيضا خطأ بالنسبة للاعبي نادي أيندهوفن. شوف هنا محاولة المرور ومحاولة العرقلة، ويا سلام بالنسبة لي هذه اللقطة حقيقة، اللقطة الجميلة من السيد المخرج، ما تسمى بالسلو موشن. ركلة حرة مباشرة الآن لصالح نادي أيندهوفن، كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا تذهب على ما يبدو إلى ركلة ركنية. نعم ركلة ركنية الآن لصالح نادي أيندهوفن الهولندي. النادي الهولندي أيندهوفن الذي تأسس عام 1913، تخيل عزيزي المشاهد، نادي بعراقة أيندهوفن. ملعوبة الكرة الآن، ركلة ركنية الآن، كرة ملعوبة ولكن سهلة على الحارس سوماشيتا. شوف هنا لعبة صح، الفكرة صح، لكن لم تكن بالكنترول المطلوب، تحتاج إلى لمسة، تحتاج ما يسمى ب أو ما تسمى بلمحة الهداف. ملعوبة الكرة الآن، هنا المحاولة على طريق سامبو، سامبو المهارة، سامبو هنا المحاولة، سامبو كرة ملعوبة تقطع من دفاعات كاشيوا مرة أخرى، الضغط الهولندي، النقلات بالنسبة لنادي أيندهوفن. سيكو، والله شكله برازيلي هذا سيكو، والله شكله برازيلي، لمحة برازيلية، طريقة برازيلية، لكن بلباس هولندي، تخيل. كرة تعود الآن إلى الناحية اليسرى، تقطع من لاعبي نادي كاشيوا، كاشيوا الياباني وأيندهوفن الهولندي. شوف هنا اللقطة الماضية، التدخل العنيف حقيقة أو التدخل الخطر، لم يكن بالشيء الخطر، لكن يجب تجنب مثل هذه الكرات. ركلة حرة مباشرة الآن لصالح نادي كاشيوا الياباني، سبع ركلات حرة بالنسبة لأيندهوفن وثلاث ركلات بالنسبة للنادي الياباني. كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة، الضغط ما زال حاضرا ولكن سهلة وتبعد من دفاعات نادي أيندهوفن. ما زال الضغط وما زال الصراع على الكرة بالنسبة للاعبي نادي كاشيوا مرة أخرى، النقلات، هنا المحاولة وتقطع، ما زالت خطر الكرة إلى توسوتو، توسوتو مرة أخرى، هنا المحاولة، البحث عن الزميل، تعود الكرة إلى الخلف إلى يوشيدا إلى الدفاعات. هكذا هي استراتيجية بالنسبة لنادي كاشيوا، نقلات، محاولات، ولكن العبرة في النهاية. ملعوبة الكرة الآن إلى حياتي، حياتي السوجي كابتن الفريق، يضبط أو يضبط إيقاع المباراة. ملعوبة الكرة الآن إلى ناحية اليمنى، النقلات حاضرة بالنسبة لنادي كاشيوا لكن بشكل دفاعي،
لم تكن بشكل هجومي إلا في حالات قليلة. ملعوب الكرة الآن، هنا المحاولة ولكن طالت على اللاعب يوشيدا. تغطية ممتازة من هذا اللاعب سامبو، واحد من اللاعبين الذين يقدمون إلى الآن مستوى دفاعي ومستوى هجومي طيب. لوكاس الحارس في وسط الملعب، هنا المحاولة، النقلات، ملعوب الكرة، محاولة الضغط، نشاهد سيكو أمامنا. الكل حقيقة يركز على هذا اللاعب. نقلات ما بين لاعبي كاشيوا، ملعوب الكرة الآن، هنا النقلة إلى ناحية اليسرى عن طريق من؟ هنا المحاولة، الهجوم بالنسبة لنادي كاشيوا، الصراع على الكرة وما زالت هنا المحاولة ولكن سليمة والحكم يشير إلى استمرارية اللعب. ملعوب الكرة الآن إلى جوهانس مرة أخرى، سيكو، محاولة تقطع بالنسبة للاعبي كاشيوا. تلعب هنا الكرة الآن، النقلات مرة أخرى إلى أونديرا، أونديرا إلى من؟ إلى ناحية اليمنى، هنا المحاولة، ترتيب الهجمة من جديد بالنسبة لنادي كاشيوا ولكن تقطع مرة أخرى. هنا المحاولة ما زالت خطرة، ما زالت بالنسبة لنادي كاشيوا. كاشيوا، الله، ما زالت، الله، هذا ما يسمى باللعب الياباني، هذا ما يسمى بطريقة الساموراي. نعم، عن طريق من؟ عن طريق تاكومي أونديرا. شوف الإصرار، المحاولة، لا 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 لا، تباطؤ بالنسبة لمدافعي أيندهوفن في هذه اللحظات. الله الله الله، يا ولد يا، شوف هنا الكرة الماضية صعبة كانت على لوكاس الحارس، تغطية دفاعية سيئة وبالتالي يدخل مع الكرة إلى الشباك هناك في الطواحين. نعم، إذن من هو الذي سدد؟ من هو الذي استمتع؟ من هو الذي شاهد في هذه اللحظات؟ هذا هو تاكومي أونديرا. إذن هدف مقابل لا شيء بالنسبة للاعبي كاشيوا أمام نادي أيندهوفن في اللحظات الأخيرة، في الدقائق الأخيرة. هكذا هي استراتيجية اللعب الياباني، يلعبون حتى الرمق الأخير، هكذا هو الإصرار. هناك شيء يسمى حقيقة باليابان، يسمى بالكايزن، الحركة، الإصرار. كرة ملعوبة الآن إلى سيكو، سيكو تغير مجرى المباراة الآن، سيكو عدى، سيكو محاولة، سيكو وتمويه، يا ولد، سيكو الاحتفاظ ولكن تذهب لصالح لاعبي نادي كاشيوا. حقيقة شوط جميل إلى الآن ودقائق جميلة مرت علينا أعزائنا المشاهدين في كل مكان هنا عبر قنوات الدوري والكأس. إذن إلى الآن كاشيوا يتقدم بهدف وأيندهوفن لا شيء. ملعوب الكرة الآن إلى الناحية اليسرى عن طريق توماس، توماس هنا المحاولة مرة أخرى، تقطع من دفاعات نادي كاشيوا. لربما سوف نشاهد شوط مغاير تماما بالنسبة لنادي كاشيوا وأيضا بالنسبة للكرة الهولندية. ملعوب الكرة الآن عن طريق توماس، هنا المحاولة ولكن سهلة لصالح الحارس تومو شيوتا. إذن هنا اللقطة الماضية والهدف الذي غير حقيقة، غير مجرى الشوط الأول بالكامل. كرة ملعوبة الآن إلى سيكو، النقلات الهولندية، البحث عن فرصة من أجل تقليص الفارق. كرة ملعوبة الآن إلى الناحية اليسرى، هنا المحاولة عن طريق توماس، توماس، توماس المرور، يا ولد، توماس عدى، توماس مر، توماس حاول ولكن تقطع وما زالت لصالح نادي أيندهوفن. توماس، تعود الكرة إلى أيندهوفن، سيطرة هولندية الآن.
شوف هنا المحاولة، النقلات ما بين لاعبي ايندهوفن الهولندي مرة أخرى. جوهانس إلى توماس مرة أخرى، جوهانس وتقطع من دفاعات نادي كاشي وتعود مرة أخرى. توماس الاعتماد على هذا اللاعب مرة أخرى، هنا المحاولة والمطالبة باحتساب ركلة جزاء، لكن على ما يبدو ما فيها شيء. رمي التماس الآن، شوف هنا اللقطة الماضية، وحقيقة مثل هذه الكرات هناك كرة هي من تبحث عن اليد، نعم وليست اليد هي من تبحث عن الكرة. هنا الجمهور الياباني، الجمهور المنظم، الجمهور حقيقة اللطيف، هذا هو الجمهور الياباني. كرة ملعوبة الآن، ندخل في الوقت 42 من أحداث الشوط الأول، 1-0 في البداية أو في بداية الشوط الأول كانت أفضلية بالنسبة لنادي أو لنادي ايندهوفن. ملعوبة الكرة الآن في العمق، هنا المحاولة عند توماس، تعود الكرة إلى سامبو، سامبو مرة أخرى، محاولة الضغط هولندي هنا في هذه الدقائق، هنا المحاولة ولكن تقطع من دفاعات نادي كاشيوا. ضغط هولندي الآن في هذه الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول. ملعوبة الكرة الآن في العمق، البحث عن سيكو في هذه اللحظات. ملعوبة الكرة الآن، هجمة الآن لصالح نادي كاشيوا، البحث عن الزميل، هنا المحاولة مرة أخرى، النقلات اليابانية، كيتو موري، نقلة بالعمق ولكن سهلة إلى الحارس لوكاس. شوط جميل وشوط حقيقة جيد نوعا ما. ملعوبة الكرة الآن، سيكو تعود إلى الحارس تومو شيوتا. ندخل في الدقائق الأخيرة من أحداث هذا الشوط وأحداث الشوط الأول وأحداث هذه المباراة. النقلات اليابانية ما زالت حاضرة، هنا النقلات سايودا إلى دفاعات كاواشيوا. إذن الشوت والتسديد على الهدف، 6 مرات سدد نادي ايندهوفن. الضغط الهولندي كان حاضر لكن التباطؤ في الدفاع، بلحظة ظهر الفريق الياباني. ملعوبة الكرة الآن، هنا المحاولة مرة أخرى، هجمة يابانية الآن داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا المحاولة، المحاولة مرت، عدت اللعبة صح، الفكرة صح. شوف هنا اللقطة الماضية وهنا الدوران وبالتالي هنا التسديدة، ولكن كرة عالية، وهنا هذا هو دايسكو سدد حقيقة بهذا الشكل، وكرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة. يا ولد يا حريف، مع من؟ مع هايتي سوجي، هايتي سوجي هو الكابتن. الله 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 الله، لا 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 لا، كرة ميتة، كرة ساقطة، لا 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 لا. ماذا يقول لوكاس؟ ماذا يتحدث لوكاس؟ حياتي بعيدة عنك عذاب يا ولد، بعيدة عنك عذاب حياتي، لا لا يا حياتي، لا 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 لا. إذن هدفين إلى كاشيوا في هذه الدقائق مقابل لا شيء إلى ايندهوفن. ايندهوفن يقدم شوط أفضل، ايندهوفن يقدم شوط مميز، لكن يأتي كاشيوا ويسجل بشبه الفرص. إذن أحبتي الكرام، محبينا متابعينا في كل مكان وزمان، كاشيوا الياباني يتقدم على ايندهوفن بهدفين في أحداث هذا الشوط الأول، بهدفين مقابل لا شيء. نلتقي المهين، هي الشوط الثاني، المهين تفضل.
شكرا لكل الزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا معكم وأحداث الشوط الثاني. شكرا للزميل صالح الشمري والكابتن سعيد شيبة وكل الكباتن. إذا نعود بأحداث الشوط الثاني، وهذا اللقاء كاشيوا الياباني تقدم بهدفين مقابل لا شيء بالنسبة لنادي أيندهوفن الهولندي. هل سوف يظهر مرة أخرى أيندهوفن في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات؟ هذا ما سوف نشاهده في أحداث الشوط الثاني. نذكر بالنسبة لتشكيلة كلا الفريقين وأبرز الأسماء الحاضرة هنا بالنسبة لتشكيلة نادي أيندهوفن. في حراسة المرمى لوكاس سورجيو، وفي خط الدفاع أبو بكر تجري وكون أوسبرينك، سيكو سيديبي الكابتن، أوندوريو ميندونكا وجوهانز وان دين وبيريان ألبريت فان هوف. أما بالنسبة لأبرز اللاعبين لنادي كاواشيوا في حراسة المرمى، يوداي سوماشيتا ودايسكو وكيتو موري، كينتا توسوتو وتاكومي أونديرا، هاياتي سوجي وأراتا يوشيدا ونيرهو سايودا وهيدوتشي توميتا وماو هوسويا. هذه المعطيات إذن، وهذه هي الدقائق الأولى من أحداث الشوط الثاني. كرة ملعوبة الآن إلى صالح نادي أيندهوفن. الآن أيندهوفن حقيقة مطالب بالنسبة لتقليص الفارق، مطالب بتعديل النتيجة. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة ولكن تقطع من لاعبي نادي كاشيوا. مرة أخرى الضغط الهولندي، الدوران الهولندي، الطاحونة، يا كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة عن طريق نادي أيندهوفن مرة أخرى. هنا مرة أخرى تلعب من توماس ولكن تقطع وتذهب إلى رمية توماس. الآن نلاحظ حقيقة أن نادي أيندهوفن يظهر على أرض الملعب بشكل أقوى في الشوط الثاني. تعليمات المدرب على ما يبدو، المدرب باتريس أونايكن، نعم المدرب الهولندي. كرة ملعوبة الآن، هنا النقلات مرة أخرى إلى جوهانس. جوهانس تعود إلى دفاعات نادي أيندهوفن، سهلة إلى الحارس لوكاس. حقيقة من الأسماء التي مرت على هذا النادي الكبير هو جوس هيدينينك، الذي أصبح مدربا لأيندهوفن عام 88. في هذا العام الذي يعد من أفضل السنوات بالنسبة للنادي الكبير نادي أيندهوفن. شوفوا هنا اللقطة الماضية، وهنا محاولة المراوغة بالنسبة للاعب البديل، هذا هو دانيال، نعم اللاعب البديل الذي نشاهده اليوم حاضرا في الشوط الثاني. إذا تبديل هجومي بالنسبة لنادي أيندهوفن. كرة ملعوبة الآن لصالح نادي أيندهوفن، هنا المحاولة، كرة ولكن تذهب إلى أو تذهب لا على التعيين بالنسبة لنادي كاشيوا. هنا التشجيع الهولندي، وهنا حقيقة اللمحة الجميلة بالنسبة للحضور والجانب الهولندي. مثل هذه المباريات، مثل هذه الكرات حقيقة، ومثل هذه اللقاءات، أنت تحتاج إلى لوحات فنية جميلة، تحتاج إلى مشجعين، تحتاج إلى جمهور جميل فعلا. وفي هذه الملاعب الجميلة وفي هذه الأجواء الرائعة حقيقة، هنا في ملاعب أسباير أكاديمية التفوق الرياضي. ملعب الكرة الآن، هنا المحاولة بالنسبة لي نادي كاشيوا. كاشيوا والضغط مرة أخرى، الضغط بالنسبة لنادي كاشيوا. كرة ملعوبة الآن، محاولة ولكن تخرج إلى رمية تماس. بدأ العمل الحقيقي على تطوير المواهب بالنسبة للكرة الهولندية عام 89، ومرورا إلى عام 99. المدرسة الهولندية التي تعتمد على الارتداد الهجومي والقدرة على الهجوم والدفاع في نفس الوقت، وهذا ما يحتاج إلى قوة ولياقة بدنية عالية، وتحديدا على لاعبي خط الوسط يبذلون مجهود ممتاز جدا، ولاعبين على مستوى صغار السن. شوف هنا هذه اللقطة الجميلة، وهذا المشجع الياباني صغير السن جاء من أجل شيء واحد، إنها كرة القدم. هكذا هو الحديث إذن.
كرة ملعوبة الآن، لوكاس في منتصف الملعب ولكن تخرج إلى رمية تماس. مباراة جميلة بقيادة هذا الحكم الرائع حقيقة علي شمس، وكل الطاقم التحكيمي من حمادة عمر، ناصر الدوس وعبد الباسط الحداد. ملعوبة الكرة الآن في منتصف الملعب، محاولة هولندية، هنا النقلة، هنا الانطلاقة، محاولة إلى الناحية اليسرى عن طريق توماس كرة عرضية ولكن تذهب سهلة إلى دفاعات نادي كاشيوا. مرة أخرى هنا المحاولة ورمية التماس لصالح نادي كاشيوا الياباني. هذا هو المدرب أمامنا في الصورة، مدرب فريق ايندهوفن باتريس. إلى الآن حقيقة يدخل في دوامة التوتر رغم أن الفريق يقدم مستوى جيد. هذا هو سيكو البرازيلي الهولندي. الله كرة ملعوبة، سيكو داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة ولكن الله 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 الله. شوف هنا سيكو يا ولد يا سيكو. الله 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 على هذا. هو داميان الذي حاضرا هنا في الشوط الثاني. يا على هذه اللمسة، لمسة حقيقة من الخلف وبالتالي بهذا الشكل ولكن تذهب سهلة على الحارس تومو شيوتا. لمحة هجومية وتبديل هجومي بالنسبة لنادي ايندهوفن، محاولة لتقليص الفارق ومحاولة لتعديل النتيجة. رمي التماس الآن لصالح كاشيوا، كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة، هنا الانطلاق إلى الناحية اليسرى مرة أخرى ولكن تغطية ممتازة بالنسبة لدفاع نادي ايندهوفن. النقلات ما بين المدافعين بالنسبة للاعبي ايندهوفن. مؤسس الكرة الشاملة هو رينوس ميشيلز. الانطلاقة الحقيقية كانت عام 74 كأس العالم في ألمانيا. في هذه البطولة ظهر شيء غريب وهو ما يسمى حقيقة بالكرة الشاملة، وهو الكل تلعب بروح واحدة وبجسد واحد. ملعوبة الكرة الآن في منتصف الملعب مرة أخرى، تقطع من دفاعات كاشيوا وأيضا مع ميشيلز كان الرجل حاضرا هو يوهاني كرويف الذي يعتبر هو الجنرال وهو التلميذ للجنرال ميشيلز في كل المفاهيم الكرة الهولندية. طبعا في البداية كان ميشيلز صديقا صعبا على يوهاني كرويف، لكن مع مرور الأيام تعلم على يد هذا الجنرال وأطلق كرويف تلك المقولة الشهيرة: المساوئ لها مزايا جيدة أحيانا. ملعوبة الكرة الآن في منتصف الملعب إلى الناحية اليسرى. المدرسة الهولندية، الطواحين، الأسماء التي مرت على الكرة الهولندية حقيقة أسماء لا تعد ولا تحصى. أنت تتكلم عن ريكارد، أنت تتكلم عن غوليت، فان باسن، الفتى الطائر، أم كرويف، أم كومان، أم الأخوة ديبور. أسماء حقيقة مرت ولعبت وأمتعت واستمتعت، والمستطيل الأخضر يتذكر كثيرا. إذن هنا خطأ بالنسبة لي، هذا هو الحكم علي شمس، وخطأ وصافرة صحيحة بالنسبة إلى هذا الحكم. إلى الآن يقدم مستوى ومردود جميل بالنسبة لي الحكم علي شمس. ملعوبة الكرة الآن، المحاولة بالنسبة لدفاعات نادي كاشيوا، الاستحواذ على الكرة 46% مقابل 54 بالنسبة لكاشيوا الياباني. كذا هي المعطيات بالنسبة للمباراة والشوط الثاني. هنا المحاولة ولكن تذهب الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة، وشوف هنا اللقطة الماضية والسحب وبالتالي عرقلة
على لاعبي ايدهوفن. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة وهنا محاولة الهجوم مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة، هنا الضغط ما زال حاضرا أمام المرمى مرة أخرى إلى لاعبي كاواشيوا، هذا هو هوسويا، هوسويا يظهر مرة أخرى، هنا تسديدة ولكن سهلة على الحارس لوكاس. لوكاس هذا الحارس يقظ رغم أن هناك هدفين، لكن الحارس لوكاس يقظ في هذه اللقطة الماضية. شوف هنا ولكن سهلة كانت، وبالتالي التمركز الجيد على الحارس. نعم التمركز بالنسبة لي اللاعب مهم جدا، التمركز هو نصف الحلول بالنسبة لي لاعب كرة القدم. هذا هو أمامنا في الصورة هوسويا، لم يظهر في الشوط الأول لكن هنا لربما تعليمات المدرب شونتا يظهر الآن في الشوط الثاني. ركلة مرمى الآن في المنتصف، نقلات بالنسبة لي ايندهوفن، هذا هو السيكو، هنا المحاولة، محاولة البحث وطريقة بناء الهجمة. الطواحين الهولندية، الكرة الشاملة، الأسماء، الحضور، اللعب. عندما تحدث المدرب توماس، تحدث المدرب توماس وقال جئنا إلى هنا من أجل اللقب بصريح العبارة، جاء وتحدث لأنه يريد يخطف اللقب. هكذا كان هو الحديث مدرب ايندهوفن. على فكرة مساعد مدرب ايندهوفن هو اللاعب عادل رمزي، النجم الكبير حقيقة في الكرة الأفريقية. كرة ملعوبة الآن مرة أخرى تعود إلى لاعبي كاواشيوا أو كاشيوا إلى الناحية اليسرى، مرة أخرى إلى توسوتو، توسوتو إلى الخلف إلى الحارس تومو شويوتا. النقلات، الاحتفاظ بالكرة، لربما سوف يقدم نادي كاشيوا شوط من الناحية الدفاعية. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة وهنا الهجوم داخل منطقة الجزاء، كرة ملعوبة هنا أمامية ولكن تخلص من دفاعات النادي الهولندي. هناك حقيقة خطأ واضح بالنسبة لدفاعات نادي ايندهوفن. شاهدنا الهدف الأول والدربكة الأولى منذ البداية، تحصل دربكة غريبة على دفاعات ايندهوفن مع العلم أنه فريق جيد جدا. ملعوبة الكرة الآن في العمق، هنا المحاولة على اللاعب توماس، توماس مرة أخرى إلى فانهوف، فانهوف هنا المحاولة، النقلة تقطع من دفاعات كاشيوا. كرة ملعوبة في العمق، يا سلام هنا النقلة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء ولكن ما زالت الكرة. هذا هو دانيال الحاضر في الشوط الثاني، ملعوبة الكرة الآن العرضية ولكن تخلص من دفاعات كاشيوا. ضغط الآن حاضر بالنسبة للاعبي ايندهوفن. هكذا هو الحديث إذن. كرة ملعوبة الآن، الضغط المتواصل، الطواحين الهولندية، هنا النقلة، يا كادت أن تدور الطواحين يا ولد، كادت. شوف لا 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 لا، شوف هنا اللقطة الماضية، شوف هنا ولا توجد راية وتسلل. نعم شوف، الله الله الله، بلمحة أوروبية، هذا ما يسمى باللعب الأوروبي، والله هذا ما يسمى باللعب الهولندي. الله، ملعوبة الكرة الآن إلى كاشيوا، شوط جميل إلى الآن، كرة تلعب الآن، هجمة لصالح نادي كاشيوا، كاشيوا هنا المحاولة، هنا اللاعب الاحتفاظ بالكرة، مرة أخرى تقطع من دفاعات ايندهوفن، محاولة هذا وسيكو، سيكو الغريب، لا والله سيكو العجيب، هذا هو سيكو العجيب،
يلعب بطريقة سلسة جدا. عندما تشاهد هذا اللاعب وكأنك تشاهد أن كرة القدم هي لعبة سهلة وجميلة، فعلا هي لعبة سهلة ولكن ليست بهذه السهولة التي يمتلكها السيكو. نعم، كرة ملعوبة الآن إلى دفاعات كاشيوا، كاشيوا إلى ناحية اليسرى مرة أخرى، هنا النقلة، كرة في العمق إلى من؟ إلى سايودا، رمي التماس الآن لصالح نادي كاشيوا. ندخل في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، كاشيوا هدفين، أيندهوفن يبحث عن تقليص الفارق. رمي التماس الآن مرة أخرى، هنا الضغط، المحاولة، كاشيوا، النقلات، الحضور، هنا المحاولة مرة أخرى، النقلات، خذوهات يا ولد، سلم والسلم، كرة داخل منطقة الجزاء ما زالت خطرة، هنا المحاولة، كرة ملعوبة ولكن تذهب إلى ركلة ركنية لصالح نادي على ما يبدو، أو نعم ركلة مرمى بالنسبة للاعبي نادي أيندهوفن. هذا هو أمامنا في الصورة اللاعب دايسكو، اسم هذا اللاعب يذكرني بأيام الرسوم المتحركة، دايسكي والكوكب فليد. الله الله على تلك الأيام. كرة ملعوبة الآن في منتصف الملعب بالنسبة للاعبي نادي أيندهوفن، هنا المحاولة، النقلات عن طريق فان هوف، النقلة، محاولة الاختراق من العمق، أو اللعب على الأطراف، أو اللعب على الكرات العالية بسبب القوة الجسمانية الهائلة التي يتمتع بها الفريق الهولندي. كرة ملعوبة الآن إلى الناحية اليمنى عن طريق توماس، كرة عرضية أمامية داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة، تسديدة ما زالت، الله 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 الله، ضغط هولندي متواصل إلى هذه اللحظات. كرة ملعوبة وعلى ما يبدو نعم خطأ على لاعبي أيندهوفن. شوف هنا الدفع بالنسبة لي على اللاعب دانيال، نعم دانيال الحاضر في الشوط الثاني. إذن ركلة حرة غير مباشرة الآن لصالح نادي كاشيوا. أمامنا في الصورة تومو شيوتا يقدم مباراة طيبة إلى الآن حقيقة. ملعوبة الكرة الآن في المنتصف، ما زالت، هنا المحاولة، الهروب من الرقابة، الهروب من المدافعين، الهروب من الطواحين، ملعوبة الكرة بالنسبة للاعبي خذوهات مرة أخرى، هنا المحاولة، سلم والسلم يا ولد، مرة أخرى إلى هوسويا، تحرر هوسويا، لربما سوف يكون أو سوف تكون له كلمة حاضرة مع نادي كاشيوا في هذه الدقائق. شوفنا النقلة، شوفنا التمويه، مرة أخرى ملعوبة تقطع من دفاعات أيندهوفن. مباراة جميلة ودقائق جميلة، وهنا السحب من اللاعب كيتوموري غير راضي تماما، المدرب الهولندي باتريس غير راضي تماما عن أداء الفريق، إلى الآن هو غير راضي. ندخل في الدقيقة 63 من أحداث هذا الشوط وإلى الآن الفريق الهولندي يتأخر بهدفين مقابل لا شيء. ملعوبة الكرة الآن في المنتصف، المحاولة، النقلات بالنسبة للاعبي أيندهوفن. هنا أصوات حقيقة الجمهور والحضور الجماهيري. كرة ملعوبة الآن تقطع من دفاعات نادي كاشيوا. ملعوبة الكرة الآن، النقلات الهولندية، سيكو هنا المحاولة، سيكو والمهارة، سيكو يحاول، كل الأنظار على سيكو، الرقابة كلها على هذا اللاعب. إذن خطأ على لاعبي كاشيوا وركلة حرة مباشرة
هذا هو أمامنا في الصورة اللاعب دان بيرج اللاعب الهولندي. ملعوب الكرة الآن، كرة في العمق داخل منطقة الجزاء، الله ماذا يقول الحكم؟ الحكم المساعد نعم، راية راية وتسلل، شوف شوف هنا الكرة الماضية، وكرة حقيقة ساقطة وجميلة كانت وكادت أن تدخل في المرمى، كادت أن تدخل في المرمى، شوف هنا ونعم على ما يبدو راية وتسلل بالنسبة لي على لاعبي ايندهوفن. ملعب الكرة الآن، الهجمة المرتدة بالنسبة لي لاعبي كاشيوا، هنا المحاولة والتغطية الممتازة للاعبي ايندهوفن. هذا هو اللاعب أمامنا في الصورة فان هوف، يقدم مستوى طيب ويقدم مردود جميل حقيقة، مردود دفاعي ومردود هجومي، واجب صعب على هذا اللاعب الصغير لكن كثير العطاء. تعاد الكرة مرة أخرى، قرار من حكم المباراة، ركلة ركنية، ملعوب الكرة الآن، هنا المحاولة كاشيوا الياباني، النقلة في العمق، يا سلام، ملعوب الكرة الآن، البحث عن الزميل مرة أخرى للاعبي كاشيوا، الضغط بالنسبة للاعبي ايندهوفن إلى الناحية اليسرى، كرة تلعب، كرة عالية في العمق داخل منطقة الجزاء، هنا النقلة، هنا خطورة ولكن تخلص من دفاعات نادي ايندهوفن. سيطرة يابانية الآن، سيطرة يابانية، ملعوب الكرة الآن، محاولة للهجوم المرتد عن طريق توماس، وراية وتسلل، كان غيرك أشطر يا ولد، كان غيرك أشطر يا توماس. نعم إذا نشوف هنا اللقطة الماضية، ولكن قرار حقيقة سليم من حكم الراية حمادة عمر. تعود إلى دفاعات كاشيوا، مرة أخرى النقلات الهولندية، المحاولة، طريقة الاحتفاظ بالكرة تعود إلى لوكاس، لوكاس كرة ملعوبة الآن في المنتصف إلى سيكو، سيكو سيكو والمهارة الفردية، خذ فاصل من المهارات عندما تشاهد سيكو، أعجبني كثيرا هذا اللاعب حقيقة. ملعوبة الكرة الآن ولكن تخرج وتذهب إلى رمية تماس لايندهوفن. ملعوب الكرة، هنا المحاولة، توماس توماس النقلة، هنا المحاولة، هنا تسديدة ولكن ممتازة بأحضان الحارس سوما شيتا. شوف هنا اللقطة الماضية، وهنا الحل الحقيقي بالنسبة لنادي ايندهوفن برأيي الشخصي وبرأيي المتواضع هو تسديد من خارج منطقة ال 18. نعم كرة ملعوبة الآن، هجوم لنادي ايندهوفن ومحاولة، وعلى ما يبدو الكرت الأصفر، نعم الكرت الأصفر، إذن الكرت الأصفر حكم المباراة علي شمس يشهر بالكرت الأصفر. إذن هنا نشاهد تبديل أمامنا في الصورة، ودخول جوهانز، دخول جوهانز وخروج صاحب الكرت الأصفر ألبرت. إذا تبديل في الناحية الدفاعية وفي الناحية لتدعيم خط الوسط بالنسبة لفريق ايندهوفن. سميت هولندا، جاءت باسم هولت لاند، هولت لاند وتعني أرض الخشب أو أرض الغابات.
الله الله الله. رمي التماس الآن لصالح كاشيوا. هنا المحاولة، البحث عن الزميل والصراع من أجل البقاء، وتخرج إلى ركلة ركنية لصالح نادي كاشيوا الياباني. دكة البدلاء، أو هنا لاعبي نادي أسباير، نعم أكاديمية أسباير، أكاديمية جميلة. هذا هو أمامنا في الصورة المدرب، مدرب نادي كاشيوا شونتا نيغاي. كرة تلعب الآن، كاشيوا في العمق، المحاولة والضغط مرة أخرى إلى ناحية اليسرى عن طريق توسوتو، لاعب حقيقة يقدم يوم أمس قدم مردود جميل جدا توسوتو. تعود الكرة الآن إلى توماس. توماس هنا المحاولة، يا ولد رمي التماس الآن. دان برينج مرة أخرى، النقلات الهولندية داخل منطقة الجزاء، ولكن الله الفكرة صح، الطريقة صح، لكن لم تترجم بشكل صح. هذا هو أمامنا في الصورة المدرب الهولندي. شوف شوف أنا الكرة الماضية وراية وتسلل، نعم، لكن شوف حركة، الله 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 على الجد وعلى الجد، هلا هلا عليه. ملعوبة الكرة الآن إلى ناحية اليسرى بالنسبة للاعبي أيندهوفن. مرة أخرى تعود الكرة وتخرج إلى رمية التماس. رمي التماس الآن لصالح نادي كاشيوا الياباني. محاولة السيطرة على المباراة بالنسبة للفريق الياباني. هذه استراتيجية صحيحة على فكرة، أنت تسجل الأول، تسجل الأول، تسجل الثاني، وبالتالي أنت مطالب بتسجيل الهدف الثالث لكي تسيطر على المباراة. استراتيجية تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى مواصلة، إلى انتظام، إلى ضبط النفس، الكثير من الأمور حقيقة. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة، الهجوم المرتد بالنسبة للفريق الياباني عن طريق هوسويا. هوسويا تحرر، هوسويا ظهر، هوسويا يلعب، هوسويا يراوغ. ملعوبة الكرة الآن، مرة لمسة ولكن هجمة مرتدة لصالح نادي أيندهوفن. أيندهوفن ملعوبة الكرة الآن إلى توماس. توماس عدى، توماس مر، توماس هنا المحاولة، ولكن عدم الانضباط وعدم فهم الزميل بالتالي يؤدي إلى أخطاء كارثية. شوف هنا الكرة الماضية وشوف هنا اللقطة، لو كان هناك فهم حقيقي ما بين الزملاء لم تحصل مثل هذه الكرات. أنت تحتاج الآن إلى شبه فرصة بالتالي لكي تسجل. ملعوبة الكرة الآن في وسط الملعب وصافرة الحكم. شوف هنا الجمهور الحاضر واللقطات الجميلة حقيقة من سيد المباراة، سيد المخرج هنا في ملاعب أسباير الجميلة التي أذهلت الأسطورة الفرنسية. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة وتخرج إلى ركلة مرمى الآن. إذن ركلة مرمى لصالح نادي كاشيوا. ندخل في الدقيقة 74 وهنا الطريقة اليابانية، الطريقة اليابانية تترجم على أرض الملعب. نعم ملعوبة الكرة الآن مرة أخرى، النقلات اليابانية، السيطرة اليابانية للاستحواذ، البوزيشن
سيطرة يابانية إلى الآن. تعود إلى الحارس تومو شيوتا، إلى دفاعات كاشيوا، هجمة الآن لصالح نادي كاشيوا الياباني. مرة أخرى هنا المحاولة ولكن سهلة بأحضان الحارس لوكاس. واحد حقيقة من الحراس الرائعين والذين قدموا رغم الأهداف قدموا مستوى طيب جدا. ملعوب الكرة الآن إلى نادي أيندهوفن، هذا هو سيكو، سيكو هنا المحاولة، سيكو، سيكو والمهارة، سيكو لاحظ، سيكو شاهد، سيكو من الله الله، الفكرة صح لكن لعبت بشكل خاطئ. شوف هنا اللقطة الماضية، هذا هو سيكو، شوف وبالتالي سيكو، سيكو الهولندي. ملعب الكرة الآن في وسط الملعب، سيكو والدوران، سيكو والسيطرة، وعلى ما يبدو هنا خطأ لصالح نادي أيندهوفن. ملعب الكرة الآن، هجمة هولندية الآن، هنا المحاولة إلى الناحية اليمنى، كرة ملعوبة عرضية ولكن سهلة على الحارس سوما شيتا. شوف هنا الكرة وشوف هنا بالتالي كرة في العمق كانت جميلة حقيقة وبالتالي ذهبت بأحضان الحارس سوما شيتا. هذا هو المدرب أمامنا في الصورة الذي ينتظر هدف واحد بالنسبة لنادي أيندهوفن. أيندهوفن الهولندي بلد الزهور التي تصدر إلى معظم بقاع الأرض، تصدر الزهور. الله الله الله، والله عندما أقرأ عن هذا البلد وأستطلع أشاهد متعة كبيرة. بالنسبة للأرض الهولندية تسمى بالأرض المنخفضة. ملعب الكرة الآن إلى سيكو، سيكو 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 العجيب في أسباير الجميل. هنا المحاولة، الكرة الهولندية، النقلات ولكن سهلة إلى الحارس يوداي. أيندهوفن وجمال الطبيعة الخلابة في مدينة أيندهوفن، على فكرة يطلقون عليها سكانها الأصليون بمدينة النور لأنها غاية في الجمال والإبداع. بسم الله تبارك الله، هكذا هي هولندا وهكذا هي مدينة أيندهوفن الذي جاء هذا الفريق من تلك المدينة، من هناك، من بلاد الجمال، من بلاد النور. وهنا على ما يبدو نعم خطأ وراية وتسلل بالنسبة لي على لاعبي أيندهوفن. هذا هو أمامنا في الصورة اللاعب الحاضر في الشوط الثاني آيان داميان. شوفنا اللقطة الماضية وراية وتسلل، اللغة التي يتكلمون بها الهولنديون هي اللغة الألمانية تقريبا، يعني عادي إذا عندك اللغة الألمانية ما يحتاج أنه تتعلم اللغة الهولندية. والله شيء جميل. كرة ملعوبة الآن في خط المنتصف، هنا المحاولة، تعود السيطرة اليابانية الواضحة. الكرة اليابانية تطورت كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب دوري المدارس ودوري الثانويات. كرة ملعوبة الآن، هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء ولكن تذهب، وعلى ما يبدو هناك خطأ. نعم، إذن على ما يبدو هناك خطأ واضح. شوف شوف هنا المحاولة ومحاولة الهجمة بالنسبة لنادي كاشيوا وبالتالي دفع. نعم، على ما يبدو ركلة جزاء، على ما يبدو ركلة جزاء لصالح نادي كاشيوا، لصالح نادي كاشيوا. لا 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 لا، كانت عايزة والتمت، كانت عايزة والتمت يا لوكاس. إذن ركلة جزاء الآن، من سوف يكون على التنفيذ؟
لوكاس، مباراة للنسيان، مباراة صعبة. صافرة الحكم، النظرات، لوكاس، الله 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 الله. ثقة، ثقة، هذا الرجل ثقة حقيقة، ثقة بالنسبة للحارس لوكاس، ينقذ ضربة جزاء محققة بالنسبة لفريق كاشيوا. الله الله الله، مباراة جميلة. هم صغار لكن المستوى كبير فعلا. أنت تلعب بهذا المستوى وبهذا الأسلوب فإنك من عقلية الكبار. نعم، كرة ملعوبة الآن في وسط الملعب إلى الناحية اليسرى عن طريق توماس. توماس هنا المحاولة، توماس والمرور، توماس، ولكن طالت على هذا اللاعب. التاريخ الياباني بلعبة كرة القدم يبدأ من المدارس. واحد أيضا من الأسماء التي أذهلت المدرب أرسن فينجر هو ديوميا، والذي جعل مدرب الأرسنال يخطفه من المقاعد. هنا المحاولة ولكن ما زالت خطرة وتذهب على ما يبدو إلى ركلة ركنية. نعم، ضغط، ضغط متواصل بالنسبة للاعبي نادي أيندهوفن. هذا وسيكو، شوف هنا اللقطة الماضية وتزيدة، وبالتالي اللاعب داميان، نعم نعم، شوف هنا التزيدة، وبالتالي سدد بهذا الشكل وركلة ركنية. الآن كرة ملعوبة الآن بالإبعاد، سيكو الطائر، محاولة، الضغط الآن، توماس، ملعوبة الآن، كرة في العمق تبعد، ما زالت خطرة لصالح نادي أيندهوفن ولكن سهلة على الحارس سوما شيتا. ندخل في الدقيقة 82 من أحداث الشوط الثاني، وأحداث هذا اللقاء، هذه هي اللقطة أمامنا في الصورة، اللقطة الماضية بالنسبة لركلة الجزاء. شوفونا الترقب وشوفونا التركيز، يا سلام، جميل هذا الحارس، والله شكله يذكرني بتير شتيغن الألماني. هم قريبين ألمانيا على هولندا. ملعوب الكرة الآن، لوكاس، لوكاس عدى، لوكاس مر، لوكاس يلعب، لوكاس أو سيكو، عفوا سيكو، سيكو العجيب، والله سيكو العجيب. ملعوب الكرة الآن إلى الناحية اليمنى، هنا المحاولة، هنا النقلات، الضغط هولندي بحت الآن والدفاع ياباني بحت إلى الآن. ملعوب الكرة الآن، نقلة هولندية لكن كرة لا على تعيين وتذهب إلى ركلة مرمى لصالح نادي كاشيوا. متوتر جدا هذا المدرب توماس. من الأسماء أيضا التي تخرجت من دوري المدارس أوكازاكي وهاسيبي ومايدا، أسماء كلها لعبت حقيقة ومرت على الكرة الأوروبية. ملعب الكرة الآن إلى سيكو، سيكو هنا المحاولة إلى الناحية اليمنى، تقطع، ما زالت سيطرة هولندية. الآن منسوب اللياقة البدنية يعمل، الآن الآن منسوب التغذية والنظام الغذائي والنظام اللاهوائي والتمرين الصحيح بالنسبة لعامل اللياقة البدنية الآن يعمل في هذه الدقائق. لعبة اللياقة البدنية ومدرب اللياقة البدنية تبدأ الآن. دقائق صعبة، العضلة الآن تحتاج إلى طاقة، ما تسمى بالكولوجين، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى أملاح، تحتاج إلى تغذية، تحتاج إلى طاقة للتعويض. ندخل في الدقيقة 84 من أحداث هذا الشوط، كرة ملعوبة الآن، الاحتفاظ بالكرة، لربما سوف يكون هناك تبديل بالنسبة لنادي كاواشيوا. تعود إلى الحارس يوداي، نقلة في منتصف الملعب بالنسبة لنادي كاشيوا. هذا النادي الذي تأسس عام 1940، نعم، انضم إلى فريق الدوري الياباني عام 92. ملعوب الكرة الآن، هنا المحاولة، داميان إلى توماس، ملعوب الكرة الآن، تقطع مرة أخرى،
انضم إلى الفريق الدوري الياباني عام 92 الألقاب بالنسبة للدوري الياباني للدرجة الأولى، لقبين، كأس الإمبراطور ثلاث مرات منذ عام 72 75 إلى عام 2012، كأس الدوري الياباني ثلاث مرات عام 76 99 عام 2013، كأس السوبر الياباني عام 2012. اليابان تخطط عام 2050 أن يكونوا في مونديال كأس العالم هم من ينافسون، هذا هو التخطيط وهذا ما يسمى بالاستراتيجية. ملعوب الكرة الآن، هنا المحاولة، محاولة لإضاعة الوقت بالنسبة لفريق كاشيوا الياباني. إذا ركلة ركنية الآن لصالح فريق كاشيوا الياباني، ركلة ركنية الآن. إذن دخول اللاعب أوكودا، التدعيم الدفاعي بالنسبة للاعبي كاشيوا الياباني. كرة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، هنا المحاولة وتخرج إلى رمية تماس. إذن هنا تبديل ثاني بالنسبة لدكة البدلاء لنادي كاشيوا الياباني. هذا هو أمامنا في الصورة لاعب هوسويا، لم يقدم حقيقة مستوى مطلوب. هوسويا ودخول اللاعب ريمي أوبا، تدعيم بجانب خط الوسط بالنسبة للاعبي كاشيوا. ملعوبة الكرة الآن، محاولة تنظيم الهجمة، كرة ملعوبة إلى الناحية اليمنى عن طريق من؟ عن طريق سيكو، هذا سيكو العجيب، احذروا هذا اللاعب، احذروا سيكو، سيكو والمهارة، سيكو يا ولد، سيكو. هنا المحاولة، لا والله أريد أن أستمتع، والله أريد أن أستمتع مع هذا السيكو، سيكو العجيب. شوف هنا الكرة مرة أخرى، ضغط هولندي، هنا المحاولة دانيال إلى سيكو، سيكو، كرة خاطئة تقطع من دفاعات كاواشيوا أو كاشيوا ريسول. نعم هذا هو توماس، توماس إلى دانيال، النقلة، الضغط الهولندي الآن، الطواحين لم تعمل بالشكل المطلوب. ملعوبة في وسط الملعب، النقلات ما بين دانيال، توماس، سيكو، هكذا هي المعطيات. كرة ملعوبة بشكل جميل إلى توماس، توماس إلى الناحية اليسرى، هنا المحاولة، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن هنا تخلص بشكل جيد بالنسبة لدفاعات كاشيوا الياباني. ضغط متواصل حقيقة وضغط قوي، سيكو، سيكو العجيب، سيكو الغريب، سيكو الهولندي مرة أخرى. هنا المحاولة، والله هذا سيكو البرازيلي، والله أشك بأمر سيكو لأن سيكو شكله برازيلي. كرة ملعوبة الآن، الله 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 الله، سوما شيتا، شوف شوف هنا النقلة، وبالتالي سدد على يسار الحارس سوما شيتا، هذا هو هاترين. نعم هاترين هو صاحب اللقطة الماضية في هذه الدقائق. إلى الآن آيندهوفن يبحث، إلى الآن آيندهوفن يبحث إلى تقليص الفارق أو على تقليص الفارق. كرة ملعوبة ولكن تخرج إلى ركلة مرمى، شوف هنا اللقطة الماضية وبالتالي سدد على يسار الحارس، لكن الحارس سوما شيتا حارس يقظ جدا، واحد من الحراس الجيدين في البطولة سوما شيتا. إذا تبديل، تبديل بالنسبة لنادي كاشيوا، دخول ساسكي، كانتا ساسكي. نعم ركلة مرمى الآن، إذن على ما يبدو إصابة. وأيضا نعم تبديل، دخول ساسكي، التدعيم بالناحية الدفاعية وناحية خط المنتصف. شوف هنا الاندفاع البدني، وطبعا دائما
يحذرون مثل هذه الارتطامات ومثل هذه التصادمات حقيقة. ملعوب الكرة الآن، الضغط الهولندي هنا حاضر، هنا تسديدة، حتى الدفاع الآن بدأ يسدد. نعم على ما يبدو، نعم ركلة حرة مباشرة الآن بالنسبة للفريق الهولندي آيندهوفن. دقيقتين وقت بدل ضائع. نعم شوف هنا العرقلة في هذه الدقائق، من سوف يكون على التنفيذ؟ هذا هو سوماشيتا الحارس اليقظ إلى هذه الدقائق، إلى حد هذه الدقائق، لكن حارس ممتاز فعلا. إذا من سيكون على التنفيذ؟ سيكو المتخصص، سيكو الحريف، لكن لم يسعف على الحظ اليوم في هذه المباراة. 19 متر المسافة وسيكو، وهنا الحائط البشري ومحاولة لتقليص الفارق. سيكو كرة ملعوبة، ولكن مرة أخرى هنا المحاولة ولكن تذهب كرة بعيدة وطالت بالنسبة للاعبي نادي آيندهوفن. انتهت المباراة تقريبا، المباراة انتهت، وهنا نشاهد لقطات من المباراة، وشوف هنا الحائط البشري رغم قصر القامة لكن الجنب العالي. نعم القفز، هكذا هو التدريب بالنسبة للاعبي نادي كاشيوا. إذا تبديل أخير للاعبي نادي كاشيوا الياباني، خروج كوتوموري ودخول يوكاري في الدقيقة الأخيرة من أحداث هذا الشوط وأحداث هذا اللقاء. مباراة حقيقة، مباراة جميلة بالنسبة لنادي كاشيوا. نادي كاشيوا قدم حقيقة يوم أمس مستوى طيب جدا ومستوى جميل أمام نادي ريال مدريد، واليوم يقدم مستوى رائع جدا أمام نادي آيندهوفن. أحرج الطواحين الهولندية، أحرج الجميع. كرة هنا والتسديدة. إذا محبينا متابعينا في كل مكان وزمان، بصافرة الحكم علي شمس تنتهي أحداث هذه المباراة بتقدم نادي كاشيوا الياباني بهدفين مقابل لا شيء بالنسبة لنادي آيندهوفن. تقبلوا تحياتي من كان معكم في التعليق، مهيمن الأبيض. أنتقل الآن إلى الزملاء والسيد فالح الشمري والكباتن سعيد شيبة، لكن بعد هذا الفاصل. إلى ذلك الحين لا نقول لكم وداعا، وإنما نقول لكم إلى لقاءات أخرى.